بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم إن شاء الله هنتكلم عن فن الوصايا في العصر الجاهلي. تعريف الوصية: لون من ألوان النثر التي عرفها العرب في الجاهلية، وهي قول حكيم صادر عن مجرب خبير يوجهه إلى من يحب لينتفع به أو إلى من هو أقل منه خبرة. أجزاء الوصية هي: 1- المقدمة، تمهيد لقبول الوصية. 2- الموضوع، يعرض فيه الأفكار بوضوح وإقناع هادئ. 3- الخاتمة، تتضمن إجمال موجز لهدف الوصية. أنواع الوصايا في العصر الجاهلي: 1- وصايا الملوك لأولياء العهد. 2- وصايا الحكماء لأبنائهم وأبناء العشيرة. 3- وصايا الآباء للأبناء وأبناء الأبناء. 4- وصايا الزواج. 5- وصايا السفر والمسافرين. 6- وصايا الحرب. السمات الفنية للوصية: 1- سهولة الألفاظ ووضوح الفكرة. 2- قوة العبارة. 3- صدق العاطفة وقوة الإقناع والتأثير. 4- ترابط الأفكار. 5- وضوح المعاني. 6- استخدام المحسنات البدائية. 7- جمال الصور. 8- تنوع الأسلوب بين الخبر والإنشاء. 9- كثرة الحكم. 10- الإيقاع الموسيقي الجميل، وظهر ذلك في وصية أم لابنتها لأمامة بنت الحارث الشيباني. نكتفي بهذا القدر. لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد.